في مصر اليوم. كلمينا عن اول مشاركه ليكي في بيت عيشها لوحدك، يعني جت ازاي؟ جت ان انا اتعرض عليا قبل كده حاجات عمري ما كنت بنزل والله. المره دي بقى قررت لا انا هنزل. ها يعني على مدار حياتي اربع ثلاث مرات كده قلت لا خليني انزل. لما نزلت قابلت حسام الجوهري المخرج من اول قعده اقنعني ازاي ابقوا اسالوه. اوكي لقيت الدنيا مرتبه منظمه، وعدني نوع يساعدني ووعدني بوعد كمان، قلت له لو حسيت وانت بتمرني ان انا فاشله خليني امشي، انا مش في دماغي التمثيل يعني. ف بس هي جت كده وابتدينا. ما خدتيش مثلا ورشة تمثيل؟ هل كان مثلا حلم التمثيل في دماغك بس لسه ما جاتش فرصة ولا؟ عمر ما كان حلم التمثيل في دماغي عمر، لان انا اصلا يعني مش في المجال، بس كان سهل لو عايزة اخش هخش يعني، ولو عايزة اعملها بروفيشنلي ممكن اروح اخد ورش وحاجات كده. وهو ده اللي كان مخليني دايما بقول لا، ان انا دايما لما احب اخش حاجة بحب اخش حاجة وانا درسها واثقة منها 100%. هو ده دايما اللي كان بيقول لي لا يا مينا، يعني انت هتقعدي تعملي بقى زي الناس اللي بتروح تعمل حاجات يعني فاهمه وهي مش دارسه وكده. ف حضرتك بتقدمي دور ايه في الفيلم؟ بقدم دور فريده اللي هي مامة سلمى ابو ضيف. الشغل بقى مع سلمى ابو ضيف جميله جميله جميله، كتكوته جميله، واتبسطت ان لما قالوا لي ان يعني انا هبقى مامتها لان رفيعين زي بعض كده وبتاع، فاتبسطت لان انا بحبها وبحب هير ستايل وكل حاجه يعني. يعني التجربة دي حمستك تشاركي في تجربة تانية جديدة لو جات لك فرصة؟ لما أشوف نفسي وأبقى كويسة، لما أبقى كويسة، لما أشوف نفسي إن أنا كويسة والناس تقول إن أنا كويسة وإن أبقى عندي حضور ودمي خفيف. يعني أنا في الكاموزيعة عندي حضور، عندي يعني فاهمة لازم أبقى كده برضه في التمثيل. هو التمثيل مش بالعافية، مش بالعافية. تفتكري الناس هتتقبل ده ازاي بجانب فيديوهات الاتيكيت اللي حضرتك دايما بتقدميها؟ تفتكري هيمدحوكي ولا هينتقدوا؟ طب لو انتقدوا انت رد فعلك هيكون ايه؟ ولا حاجة، انا عمري ردود فعلي ما بتبقى خالص مع الناس اللي بتنتقد. بس ايه، لا بصي هقول لك حاجه، اهبط من تجربه زي دي؟ لا مش هابط، لان انا واحده اول مره امثل وخلاص شيل ده عندي هردان خلاص مش هعمل كده. لكن التريقه اللي على الفيديوهات وكده دي ما بتاثرش فيا خالص، لان انا متاكده، انا بقول لك واحده رجلي على الارض واثقه، واثقه من اللي بعمله واثقه من اللي بقدمه، فلا يمكن تهزني، وثلاث ارباعها بيبقى دمها خفيف اصلا. لكن عمر ما حد يعني، انا بحمد ربنا ان انا يمكن من الناس القليله، انا ما بتشتمش، انا بيتريقوا يعني، لكن في ناس بتتشتم، فانا الحمد لله الحمد لله ما بتشتمش. ان شاء الله تبقى تجربه موفقه ونورتينا. شكرا ربنا يخليك.